بابا عاشور هي طبعا فكرنا فيها باش تكون مرجعيه للجيل والشباب الصعيد يكون عندهم واحد الاهتمام بتراثه وبعاداته وتقاليده وباش ما يبقاش دائما يستهلك يعني عادات وتقاليد سواء استورده من الغرب او استورده من الشرق. بالفعل انفتاح على العولمه والسوشيال ميديا اللي خلات انه الان اصبح عاده واحده او احتفالات مثل الهالوين السان فالونتان والبابا عاشور البابا نويل الى اخره. احنا الهدف من ابداع ومن تشخيص هذه الشخصيه بابا عاشور وانه نجعلوا الاطفال ديالنا والجيل الصاعد ديالنا والنساء ديالنا في الاسر المغربيه يسترجعوا الاهتمام ديالهم بعاداتهم وتقاليدهم ويهتموا بالموروث ديالهم اللي الان اصبح نعتبروه كنز كيساهم في التنميه. هذه الشخصيه طبعا اختارينا له شخصيه معروفه اللي هو رجل مسرحي سينمائي مقتدر وجه معروف اللي هو العلوي السي العلوي السوسي اللي عرف يجسد الشخصيه على اساس انه يجسد الرجل الصالح الوقور المحب للاطفال واللي احنا كنجمعوا هدايا ونجمعوا هدايا سواء الاطفال النساء ونهديوهم بمناسبه هذا عاشوراء. اخترنا هذه الدوره اننا نحلوا الرحال قافله بابا عاشور في اطار شراكه مع الجماعه القرويه الحوافات باش نعيدوا الاعتبار للموروث الثقافي في العالم القروي وثانيا باش يكون نوجهوا سواء الاهتمام الثقافي والاعلامي ايضا بالوجهه ديالو للعالم القروي لانه حقيقه راه فيها كنوز بشريه ورحنا بانه ما بقاش هناك اهتمام بالعادات والتقاليد. فحضور قافله بابا عاشور في القريه من القرى الجميله على ضفاف نهر سمو دكات ذكريات وجعلت النساء والامهات والجدات يسترجعوا ذكريات ديالهم ويعاودوا لنا عادات وتقاليد اللي كتميزهم على مجموعه من المناطق المختلفة واللي خلات ان هذه المنطقة ان شاء الله بدل في نفس الوقت انه باش ما نشجعوش الهجرة الناس تبقى تشتغل في المناطق ديالها وتساهم في التنمية ديال المنطقة ديالها شبابها يبقاو اهلها يبقاو ولكن بنية تحتية متميزة الإنارة الماء الصحة اللي كتجعلهم انهم يفتخروا بالبقاء ديالهم في الارض ديالهم. وطبعا كاين هدف اخر اللي هو السياحة القروية. الان المغرب الاستراتيجية ديال المغرب تحت القيادة الرشيدة لصاحب الجلالة كاين اهتمام كبير بالسياحة القروية. احنا ما كنعتمدوش فقط على السياحة المعروفة ديال الخمس نجوم والاخري وانما اصبحنا الان كان الاهتمام كبير بالسياحة القروية والدور ديالنا كمجتمع مدني كجمعية من اهداف ديالها هو اولا تعزيز الدبلوماسية الموازية وانفتاح على الدول العالم والتعريف بهذه التراث وتسويقه وثانيا انه نشجعوا السياحة القروية ونجعلوا الانظار وانتم كاعلاميين مشكورين انكم كتساهموا معنا في جعل هذه المناطق يهتموا بها الناس وفي نفس الوقت رسالة غير مشفرة موجهة للمسؤولين بأنهم يهتموا بالمغرب العالمي.